صح ولا لا؟ ذو القرنين الذي نقرأ قصته مكنا له في الأرض، ما في جزء من الأرض، بلغ مغرب الشمس، بلغ مطلع الشمس. هكذا فلتكن همة المؤمن فيما يتصل بعالم المال وعالم التملك، لا يرضى بحفنة قليلة. طيب، وهكذا في كل شيء، ولكنه في كل ذلك يعني يعلم بأن مرده إلى الله. سليمان عليه السلام الذي قال هذا، لما يعني جاءت النملة وقالت ادخلوا مساكنكم، ماذا قال؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن ينبغي أن نربي أنفسنا على الطموح، ونربي من يتبعنا على الطموح في كل شيء. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. فهذا هو الدرس الأول، هذا الذي تحتاجه الأمة اليوم، غرس هذا الطموح وزرعه، طموح للمعالي ولتسنم الدرجات العلى في كل شيء. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال؟ قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما يريد أن يكون فقط مجرد مسلم من المسلمين، وأنا أول المسلمين. الأولية هي الطموح.